لو بدنا نستخدم هلا مثلا اذا عندي خلينا نحط هون البي لو انا استعملت بروبورشنال كنترولر بس فعمالي بغير عندي كي وعمالي بغير كي البروبورشنال كنترولر راح تعمل زياده كي زياده في كي راح يصير في عندي الرايز تايم راح ينزل مضبوط وبعدين عندي ستيدي ستيت ايرور راح يقل الاوفر شوت راح يزيد مضبوط وبعدين ديستربنس اليمينيشن اوكي لاحظ البروبورشنال كنترولر ما بيغير على الروت لوكس ما بضيف بولز جديده يعني هون نو نيو بولز او زيروز مش هيك ما راح يضيف لي لا بولز ولا زيروز مظبوط كل اللي راح يعمله الكي راح يحرك هذا على الروت لوكس هلا لو جينا هون عندي اذا ضفت هلا الان تي اي كنترولر هلا البي اي كنترولر راح يضيف عندي راح تصير الترانسفير فانكشن جديده هلا هاي هون ترانسفير فانكشن كانت كي راح تصير عندي ترانسفير فانكشن تبعت الكنترولر راح تكون 1 زائد 1 على تي اي اس مضروبه في كي وعشان هيك احنا خلينا كي برا فبالحاله الاصليه كانت هذه كي لحالها هذه صارت كي في 1 زائد 1 على تي اي اس واللي هي نفسها كي في تي اي زائد 1 على تي اي اس مضبوط وممكن نحطها هذه بالشكل التالي لو قسمتها كلها على تي اي راح تساوي كي في 1 زائد 1 على تي اي على اس مضبوط مش هاي نفسها؟ كان في اس وين الاس؟ اس مضبوط كلامك صحيح هاي دي هون تي اي اس 1 زائد تي اي اس مضبوط فلما هون بخلي هاي راح تضل هاي تصير عندي اس بلس 1 على تي اي مضبوط بول في الاوريجن هلا هذه راح تعطيني بول في الاوريجن والزيرو ايش مقداره الزيرو؟ ماينس 1 ماينس 1 على تي اي هذا بنضاف للبولز الاصليه تبعت السيستم لاحظ هذا هون ما ضاف اي بولز او زيروز هذا ادز ابول ات the origin zero at minus 1 على تي اي مظبوط اوكي وهذا eliminates the steady state error هاي هي اهم نقطه بالنسبه لي اللي هو البي اي هون بنستعمل البي اي فضفنا البي اي ضف لي زيرو ضف زيرو طبعا كله في الرايت هاند سايد في الليفت هاند سايد ها واعطاني بول في الاوريجن فهذول لانه هذا حاصل ضرب التنين مظبوط هذا حاصل ضرب البول هذا والزيرو اللي موجود هلا لو جينا قارنا او خلينا نكمل اللي حطينا هون بي دي كنترولر هلا لاحظوا البي دي كنترولر راح يصير عندي كي في 1 زائد تي دي اس مظبوط هلا هذا كانه عباره عن كي ممكن اطلع التي دي برا وعندي هون جوا راح يصير 1 على تي دي زائد اس مش هيك؟ فعندي هذا اعطاني جين فانا ضفت زيرو وين؟ ماينس 1 على تي دي فالاختلاف الاساسي الان صار انه انا ضفت هون زيرو والزيرو ناقص 1 على تي دي وضربت في جين كمان تي دي هاي هي الاثر تبع البي دي هلا بشكل عام كقاعده عامه هذا كمان ات ميكس السيستم مور ستيبل اضافه زيروز بتفش السيستم كله لهذيك الاتجاه إضافة بولز بتفش السيستم لهذا الاتجاه فعادة كمان الدي ميكس سيستم مور ستيبل دكتور مش بتعمل مشكلة هاي بالديستربنس خاصة كانت الفريكونس تبعه عالي فبنضرب اوميجا مش اشتقتها من كان كوساين 1000 تي صحيح مضبوط احنا بدنا نفترض هلا في طرق معينة اطلع انا انت قصدك انه لما بعمل دي في على دي تي بطلع عندي نويز ممكن يضيف نويز اوكي اذا الامبلمنتيشن هاي اوكي هاي ممكن نضيفه ولذلك بدنا طرق محدده كيف نستخرج السيجنال اذا موجود عندي السيجنال اصلا هي الدريفيتيف موجود بدون ما انا اشتقه بكون احسن في بعض سيستم بيكون موجود عندنا الدريفيتيف بنقدر ناخذه مباشره اوكي
إذا هذا عندي البي دي، إذا البي دي بضيف زيرو، البي آي بضيف بول في الأوريجين وزيرو. وطبعاً البي آي راح يعمل إليمينيشن للستيدي ستيت إيرور، البي دي ريديوسز أوفر شوت. لكن لاحظ هون الكلمة اللي حكيتها إليمينيتس، بلغي ستيدي ستيت إيرور ما بخفف، بلغيه. واحد على اس حسب طبعا الاوردر او التايب تبع السيستم، بس عاده اذا عندي ستيدي ستيت ايرور الانتجريتر اللي موجود هون كان يلغي ستيدي ستيت ايرور اللي موجود بالسيستم. هلا اذا اطلعنا على النوعيه التاليات، عندي ليد كومبنسيتر ولاج كومبنسيتر. هلا الليد كومبنسيتر واللاج كومبنسيتر لهم نفس الشكل، الليد كومبنسيتر بضيف زيرو واللاج كومبنسيتر بضيف هول زيرو. اوكي عكس بعض. هلا لاحظوا مين الاقرب هون للاوريجن؟ زيرو. مين الاقوى اثره؟ هون مين الاقرب للاوريجن؟ ومين اثره رح يكون اقوى؟ اذا عاده اللاج كومبنسيتر بنستخدمه ريديوس مش اليمينيت. هون احنا حاطين اليمينيت ريديوس ستدي ستيت ايرور. هون عندي بعمل ريديوسز اوفر شوت. وهلا رح نشوف بتفصيل اكثر ليد كومبنسيتر بيسمح لي احل مشكله الرايز تايم والاوفر شوت. فاحنا عاده باستعمال بروبورشنال كنترولر لحاله نقدر نجيب الرايز تايم بس ما بنقدرش نجيب الاوفر شوت المطلوب، او بجيب الاوفر شوت المطلوب وبخرب عندي الرايز تايم. الليد كومبنسيتر كان او allows designer to simultaneously achieve rise time and overshoot. اوكي واضح للهاي. احنا مشكلتنا بالكي لحالها كان عندي مشكله ما بين الرايز تايم والاوفرشوت. بزيد لما كنت ازيد كي ايش ينزل عندي؟ ينزل الرايز تايم، بس ايش يزيد؟ الاوفرشوت. او ارد انزل كي شو ينزل عندي؟ ينزل الاوفرشوت بس يزيد الرايز تايم. ما كنت اقدر باستعمال بي لحالها اني احقق التنين. اذا ضفت للبروبورشن كنترولر ليد كومبنسيتر صار بامكاني اني احقق الرايز تايم والاوفر شوت سيميوتينيسلي، بقدر احققهم الاثنين بنفس الوقت. هلا رح نشوف مثال عملي على اذا هذا هون عندي ريديوس الاوفر شوت بيشبه مين الليد كومبنسيتر؟ بيشبه البي دي كنترولر، بس البي دي كنترولر عم بضيف بس زيرو، الليد كومبنسيتر عم بضيف اول زيرو. ايش اذا الترانسفير فانكشن تبعت هذا لو سميناها اف كومبنسيتر اس بدها تساوي اس زائد زد كومبنسيتر على اس زائد بي كومبنسيتر. وهذا نفس الشيء الترانسفير فانكشن تبعته اس زائد زد كومبنسيتر على اس زائد بي كومبنسيتر، لكن اكبر السي هون عندي البي سي اكبر من الزد سي، وهون عندي البي سي اقل من الزد سي. لكن هون البول مش بالاوريجن. اوكي لكن هون كان البول في الاوريجن. طيب لو حطيت بي اي دي كنترولر شو راح يضيف لي؟ البي اي دي كنترولر مجتمعا راح يحقق المشكلتين هذول، راح يشيل الاليمينيت ستدي ستيت ايرور وراح يخفف الاوفر شوت. عاده البي اي دي كنترولر راح يكون عندي بالشكل التالي 1 زائد تي دي اس اس زائد 1 على تي اي اس مضروب في كي. ولاحظوا كيف الكي حطيناها برا. ليش يفضل عاده تخلي الكي برا زي ما احنا رسمناها؟ روت لوكس. اوكي صار عندي كي هو بحرك الروت لوكس من هون. هلا هذا بامكانك تحطه بالشكل التالي، كانك تحط هون تي اي اس فبصير عندي هون تي اي اس مضبوط زائد هذا راح يصير عندي تي دي تي اي اس سكوير مضبوط زائد 1. هلا اذا بتطلعوا على هاي ايش ضفنا هون بالحاله هاي؟ بول ضفنا بول في الاوريجن نفس الحاله، هي البول اللي اجاني من الاي. اذا انا هون راح اضيف بول في الاوريجن على اي حاله. طيب هاي شو المعادله؟ تو زيروز تو زيروز. هل ريل ولا كومبلكس؟ حسب القيم. لا حسب القيم، حسب قيم تي دي بدك تعمل المميز. بي سكوير ماينس 4 اي سي.
فيا اما بضيف 2 زيروز هيك او بضيف 2 زيروز هيك، يا هذول يا هذول مش التنين طبعا. اوكي فاحنا ضفنا وراح اذا كانوا هذا كومبلكس راح يصير في عندي 2 زيروز هون، اذا كانوا هذول ريل الحل تبعها راح يطلع عندي 2 زيروز هون. اوكي اذا هذا الحل بي اي دي، والبي اي دي راح يحل المشكلتين المجتمعتين هذول، راح يعمل اليمنيشن للستدي ستيت ايرور وراح يعمل ريدكشن للاوفر شوت. لكن البليد لاك كومبنسيشن هلا زي ما حكينا عاده مشكلتي هون اي نيد ذا موديل. احنا هون لما عملنا تيونينج للبي اي دي عملناه بايدنا بالنظر بالترايل اند ايرور عملنا هذا ظبطنا. هلا عاده هون يو نيد ذا موديل، اذا بدك تعمل الديزاين مضبوط بدك تكون عارف الموديل كقاعده عامه. هلا مش دائما، هلا في ناس بصمم بالبي اي دي وبقول لك بدي الموديل حتى اصمم بي اي دي صحيحه، بس جنرالي راح احط جنرالي لانها هاي مهمه. جنرالي نو موديل از نيدد بالبي اي دي، لكن عندي هون جنرالي. وطبعا بامكانك تعمل ليد لاك كومبنسيتر، ليد لاك كومبنسيتر راح يصير الاثنين هذول مجتمعين مع بعض. جنرالي موديل از نيدد. دكتور ممكن كمان بترايل اند ايرور نحط الزد سي وال ما ما عمري شفته، ممكن بس ما عمري انا شفته، ممكن ممكن هو اسهل احسن شيء في الترايل اند ايرور تمشي بالخطوات اللي مشينا فيها من هون. بتحط البي، بتغير البي ليصير عندك شيء مقبول تقريبا، تعرف انك وصلت تقريبا المكان اللي بدك، بتنزل البي شوي الكي يعني قصدي، بعدين بتضيف الاي، بتظبط الاي لحد ما يصير في عندك اليمينيشن لستدي ستيت ايرور في وقت مقبول، بعدين بتنزل بتزيد البي بحيث انه ينزل عندك الاوفر شوت. ما عمري انا شفت من ناحيه عمليه، لا ممكن انك تجربه بس من ناحيه عمليه ما حد شفت بيعمل ترايل اند ايرور بالليد ولا كومبنسيتر. الليد لاك كومبنسيتر عاده عندي الموديل ومن الموديل ببدا بشتغل بعمل ديزاين، بطلع زد سي بطلع بي سي، وعلى فكره راح يطلع معي كي سي انا ما حطيته، في كي سي جديد راح ينضرب في الكي الاصليه. فهون اذا بدنا نكون دقيقين في كمان عندي كي سي، في كي قيمة معينة لكي بطلعها من الروت لوكس. عادة الديزاين لهذا بنعمل على الروت لوكس أو بالبودي بلوت، ممكن تعمله بالفريكونسي بس عادة بنعمل الديزاين تبعه. هذا ممكن يعمل ديزاين بس عادة هذا بنعمله بالزيجلر نيكلز أو بالكوين، يعني يا إما ترايل أند إيرور مانيولي يا إما بنعمله بالزيجلر نيكلز. وفي نوعين من الزيجلر نيكلز، في أوبن لوب وفي كلوز لوب، وفي كمان كوين كون اظن بيكون كيبنج ذا كوين كون بالكي هيك بعرف بالكي. اوكي تمام.